أنا نذهب إلى ماري سالم نتابع معها اليوم بقية الأسواق الخليجية. يعني هل هو هدوء حذر ما يجري في جلسة تداولات اليوم يمكن أن نسميه ماري، وأهمية يعني بما أنه نتحدث عن ثامن إدراج في تاسي، يعني أهمية هذا الإدراج بوضعه في القطاع العقاري، يعني إدراج جديد في القطاع العقاري وزنه وأهميته للسوق السعودي؟ فعلا محمد مثل ما ذكرت، يعني هو هدوء حذر بقلب الأسواق صباح اليوم، يعني اللي عم نشهده. حتى عبد الله ذكر نقطة كثير أساسية هي أحجام التداول اللي عم نشهدها صباح اليوم بقلب الأسواق. عم نشهد ارتفاعات صحيح، ولكن أحجام التداول بعد منا جدا إيجابية، يعني بعد ما عم تخلق هذا الحس أو الروحية أنه ممكن تكون الأسواق مستمرة بهذه الارتفاعات. هلا الإدراجات الأولية صار لنا فترة عم نشهد استقطاب المستثمرين لإلها. الإدراج اليوم بقلب السعودية منه الإدراج الأول طبيعة الحال، وشفنا الأحجام اللي كنا عم نشوفها وقت اللي عم بيكون في عنا اكتتابات جديدة. مؤخرا اكتتاب تيكوم اللي صار مغطى فوق 21 مرة من بعد ما تسكر الإغلاق الاكتتاب ب 24 الشهر، في عنا تحديد نطاق سعري على النطاق الأعلى. أغلب الإدراجات الأولية اللي عم تصير إن كان ريتال ولا تيكوم ولا حتى ديوا أبلا وبروج، كان دايما الأسعار عم بتكون على نطاق السعر الأعلى. يعني عم بيعطي هذا انعكاس أن المستثمرين عم بيكون عندهم زخم بالطلب على هذه الإدراجات، وبعد عندهم إيمان أن الإدراجات يمكن هي سيف هيفن بالنسبة لهم أو الملجأ الآمن بظل كل هذه التقلبات العالمية اللي عم بتصير، أنه الإدراجات الأولية هي المأمن بالنسبة لهم، فبتلاقي في عم بيكون في عليها جدا زخم قوي. هلأ نحن عن نهاية الفصل في عنا 3-4 جلسات حيكونوا شوي دقيقين، حتلاقي المستثمرين عم بيركزوا استثماراتهم بالبلو تشيبس أو الشركات القيادية المتوقع أن تكون النتائج تبعها للنصف الأول من العام استثنائية أو مغايرة للشركات الأخرى عالميا اللي هي متوقع أنه يكون عم تتكبد خسائر بسبب الحرب بأوكرانيا وروسيا. كلها هيدا هلأ بدها تكون يعني مش جلسة حذر بس اليوم، بتخيل على 3-4 أيام اللي لحديت نهاية الفصل حتكون التداولات حذر وأحجام التداول ما رح نشوف عليها كثير تغير كثير كبير. ماري شكرا لك على هذه التحليلات.